فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول بعض الناس يدخل إلى الكليات الشرعية ويتعلم العلوم الشرعية لأجل الله ولأجل الوظيفة، فهل هذا من الشرك؟ لا، يدخل في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، اللي يلتمس الدنيا بعمل الآخرة يدخل في هذه الآية. على الإنسان أن يخلص نيته لله عز وجل، طلب العلم عبادة لا يريد به الدنيا، إنما يريد به وجه الله عز وجل. نعم. وإذا توظف هذا تابع، ما هو مقصود، هذا تابع. نعم.